يسعد صباحكم، صار وقت نبدا معكم اولى فقراتنا لليوم. يعني ورد كثير في اشخاص ممكن يعانوا من فتره للثانيه من تساقط الشعر، والبعض الاخر ممكن ايضا يعانوا من هذا الموضوع بشكل دائم. ولكن مصطلح تساقط الشعر الفعال او التساقط غير الفعال ممكن يكون حاله جديده علينا وحتى ما نقدر نميزه. بيقولوا له مواسم، موسم الباذنجان هذا ايه موسم الكرز. هلا بنشوف من الدكتوره ثواب الغبره يلي صارت موجوده معنا، ورح تخبرنا كيف ممكن الهرمونات تلعب دور ايضا بتساقط الشعر او الانتقال بين الفصول. كمان يقال له دور كثير مهم بموضوع غزاره التساقط او قله التساقط، ممكن نقص الفيتامينات، ممكن سوء التغذيه. بكل الاحوال الدكتوره اختصاصيه التغذيه رح تجاوبنا على كل تساؤلاتنا. صباح الخير دكتوره. يسعد صباحك ورد. صباح الخير دكتوره، اهلا وسهلا فيكي معنا. اول شيء اشتقنا لك كثير. وانا كمان. واكيد المشاهدين اشتاقوا لك، يعني هيك لنصائحك ولكل الاشياء اللي دائما بنحكيها مع حضرتك. اكيد بنذكر بس ببدايه الفقره مشاهدينا فيكم تتواصلوا معنا عبر الارقام اللي عم تظهر اسفل الشاشه لحتى اكيد تسالوا الدكتوره ثواب عن هذا الموضوع واي استفسار بخصوص تساقط الشعر. يعني مثل ما قال ورد بتكثر الاقاويل، عالم بتقول اجى موسم الباذنجان كل البنات ببلشوا يشتكوا. هلا يمكن الشباب بيصير اكيد عندهم تساقط شعر، ولكن البنات بيشتكوا اكثر خلينا نقول من هذا الموضوع، وبيكون التساقط اوضح عند الصبايا بكميه الشعر اللي بتصير بتوقع. بصيروا بيقولوا لك ما عم لحق هريران شعر، عم فيق عم لاقي شعر على المخده. كل هي الامور، خلينا اول شيء نوضح بشكل عام شو هي الاسباب اللي بتؤدي لتساقط الشعر. هلا اسباب عديده اكيد كثير، يعني هلا اول شيء الشائع انه تكون نقص شيء معين بالدم عندك اياها سبب هذا الشيء. مثل ما قال الورد الشعره غرسه، يعني ممكن تسقيها ممكن تغذيتها فبتهر عنها. ومواسم كيف الها ربيع وصيف وخريف وشتاء، نفس الشيء في عندنا فتره تساقط، في عندنا فتره انبات، في عندنا فتره نمو، هي نفس الشيء الشعره. الشعره ابدا هي شجيره تماما، هي كل ما سمت تربتها كل ما عندك حافظت لك عليها وعلى اسمارها. كل ما انت امتيه من الارض ما اهتميتي فيها مثل اي عضو بالجسم حتلاقيها قصفت جفت هرت. والنص الثاني انا بقول الشعر هو ثروه ونعمه، واي انسان بيتضايق من شعره عن جد يحمد رب العالمين عليه لو شعرتين ثلاثه. المشكله انه نحن ما عندنا شيء اسمه محافظه على الثروه القديمه، بدنا بس عم ندور على كيف تطلع شو عيره صغيره. طب عم يهتم بالثروه هلا القديمه اللي عندك حافظ عليها. حافظ عليها، هي فظيعه، هي كل بصله فيها حق بلاوي اذا بدك تيجي تزرعها. فالقصه هي الفكره جايين نحن نحكي مثل ما قلتوا عن الفرق بين السقوط الفعال والسقوط الغير فعال للشعر. السقوط الفعال اللي بيقولوا عندك اياها انه نحن بنعمل اختبار بسيط، نمسك هيك شويه خصله من شعرنا بنشدها تماما من المناطق اللي هي قفل عندي اياها قفل الشعر عند السوالف عند المقدمه. تمام. في حال شدينا شيء 20 شعره وشديناها طلعت من الشعرات بيناتنا اكثر من 3 شعرات، هذا في تساقط فعال للشعر، ندير بالنا في حاله مرضيه. تمام. صار عندنا اياها هي 3 شدات نزلت وحده عادي تساقط غير فعال طبيعي. طبيعي جدا. بيقولوا في عدد معين من الشعرات بالضبط. باليوم الشيء الثاني بنقسم بالمشط، المنطقه هي بالمشط عندي اياها وبننزلها على شرشف ابيض او اي شيء او قمطه بيضاء، وبنصير نمشط بفرشاي مو بمشط. اذا لقينا على القمطه البيضاء اكثر من 20 شعره فهذا تساقط فعال، يعني في مشكله هون طبعا. هلا مو الكثير غلط انه ننتبه، يعني هلا بنعرف انه اهم اكثر غلط بنعمله نحن مع شعرنا انه وقت نسرح شعرنا بالحمام كثير لازم يكون مي يعني بالضبط. والغلط الثاني اللي بنعمله مع شعرنا انه بنحط الشامبو فورا على فروه الراس وخاصه المنطقه الخاليه، يعني الفرق الامور هي بنحط الشامبو على الايد بنمدده شوي بالمي وبنحطه على ساق الشعره مو على البصله فورا، وبنخلي الرغوه هي اللي تفوت على البصله لانه التكسابون وهدول الامور مواد كثير بتحرق الشعره بالبصله. اوكي. هالفروق هي بننتبه لها ان شاء الله بنحكي عنها هلا في اذا لحقنا وقت، بس خلينا نفوت بالمفيد. معنا وقت اليوم وحنحكي بالمفيد وحنحكي بالاخطاء وحنحكي بالفروقات بين النساء والرجال ونحل كل هالامور ان شاء الله. معنا اول اتصال صار جاهز. صباح الخير صفية. صباح الخير. يا هلا يسعد. يسعد صباحك، نهارك مبارك يا رب. الدكتور ثواب عم تسمع سؤالك، تفضلي. الله يسعدك. صباح الخير دكتورة. يا اهلا وسهلا، يا صباح النور.
بدي اسالك عن اسباب تقصف اطراف الشعر. اطراف الشعر، تقصف اطراف الشعر. نعم تمام، شكرا كثير لك يا صفية. بس بدي اتمنى على صفية وباقي المتصلين يسمعونا من السماعة ما ينتظروا ليسمعوا صوتهم بالتلفزيون حتى ما يكون في فرق بالصوت. بالفعل هلا الشعرة المقصفة هي بتسحب خير الشعرة، غذاء الشعرة، يعني انا بين ما اكون عم زفت شارع بين ما اكون عم زفت شارعين تماما، فبتستهلك كرياتين الشعرة وبتخلي الشعرة ترق من منطقة البصلة. لذلك كثير من المهم كيف نحن عنا تقليم الأظافر بالنسبة لنا كل شهر لو مرة بنحافظ على نظافة أظافرنا وهالقصص. الأطراف كل ما اعتنيتي فيها كل ما عندك ارتاحت المنبع، يعني فهذا كثير مهم. تقصيف الشعر كثير مهم، كل شهر ان نقلم الشعر تبعنا لو ربع ميلي او ربع سنتي. بنقول تطريف، تطريف يعني. فشو اللي بيصير بعد التطريف؟ بنحط عنا مواد عندك يا مثل زيت جوز الهند لمنع انفصاله لهالشعر على طريق الطرفين، لانه انت عزيزتي لو او اي شيء انت بلشتي حتى بالقماش اذا انت شقيتي بيكمل صار سهوله بي عندك يا. وكل ما رقت الشعره كل ما كان قابليتها للتساقط اعلى، يعني انا هلا عندي اصبع كل ما كان عندك يا حجمه اعلى كل ما مسك الخاتم اكثر. كل ما رقت هالاصبع عندك يا ونحيف كل ما ملص الخاتم منه ونزل. نفس الشيء الشعره الرقيقه، هلا حنحكي عن كولاجين الشعره وكرياتين الشعره، كل ما سمكت الشعر انا منعت التساقط وهذا كثير مهم بعلم التساقط. هذا احنا هلا النصيحه خلينا نقول الاولى والهيك تقليم الشعر لو هي تطريف الشعر بالضبط، وبعد التطريف دهنه بماده زيتيه جيده مثل زيت جوز الهند. تمام كمان بيكون مفيد. يعني اليوم الاتصالات دكتوره كثير بالحلقه، رح نجرب يعني ناخذ اكبر كم من الاتصالات ونجاوب على كل اسئلتكم. معنا كمان اتصال من نور. صباح الخير نور. صباح الخيرات، اهلا وسهلا فيكي معنا، تفضلي شو سؤالك للدكتوره؟ صباح الخير دكتوره، بس بدي اقول لك انه انا كان شعري صحي كثير، بعدين صار معي نقص فيتامين د وكان صار معي نقص بالكلس، فعوضت هذا الشيء واخذت ادويه، هلا رجع بس ما رجع مثل الاول، مفروض اخذ يعني فيتامينات ثانيه؟ طيب هلا نحن بنقول اهم شيء لتساقط الشعر شغلتين، انه الدم يكون قوي مثل ما قالت، نتشيك على فيتاميناتنا، على الدم، على حديد المصل، مو فقط الخضاب، حديد المصل، الفيريتين، البروتين اللي بيحمل مخازن الحديد، هاي اللي بتعطيني الاكسجه العاليه للدم اللي بتغذي الشعر بالاكسجين. كثير مهم نعرف انه لازم ننفض شعرنا خاصه للنساء المحجبات، بعد ما تشتغل ترجع تنفض شعرها تفوت اكسجين من برا، لانه نحن ما بنقدر نضل طول الوقت محبوس عنا فتره اعمالنا. وكمان من جوا هي نسبة عندك يا الدم الصح السي بي سي تبعك يكون صح، الخضاب والامور هي، هذا الشائع. لكن اللي ما بيعرفوا الاغلب النساء انه نسبة التساقط العالية جدا بتيجي من شيء اسمه ارتفاع احد مشتقات الهرمونات الذكرية بفروة الرأس. اول ما تظهر مشاكل بالغدة الدرقية او تكيس بالمبايض تنشط الاندروجينات بالجسم، هي الاندروجينات عندها قابلية لتشكيل بعض انواع الهرمونات الذكرية، هي اللي بتعمل تسميم للبصلة، وبتطلعي بتلاقي عم تبلع فيتامينات وعم تبلع سيلينيوم وحديد ومعادن وعم يزداد وزنها والشعر لساته على الارض. في حاصه اندروجينيه، في قصه بالضبط. هرمونيه بالضبط. طب كيف علاجها غذائيا؟ هلا علاجها الغذائي هو اهم شيء، طرد الهرمونات، الفائض الهرموني الذكري، مو الهرمونات الذكري، الفائض الهرموني الذكري اللي عم يشكل تسميم للبصلة بمنطقة الفروة. هاي شلون بتتم؟ نحن بنقول على طول وصفتنا الشائعة اللي هي 7 عواد بقدونس، هي مع عصير نص ليمونة مع شوية ماء قبل وجبة الغداء وقبل وجبة العشاء، بتقلون الدم. النقطة الثانية بترفع نسبة الحديد تبع المصل. الشيء الأهم من هيك في عنصر اسمه السيلينيوم، وجبة متكاملة للشعر. هي على مدى فترة شهر عندي اياها علاجها، بتخلي الانتظام الهرموني يرجع للانثى، او حتى هلا بيقولوا لنا الذكور حالتهم شغله غير تبع الاناث. الفكره الاساسيه بيصير عندك تعديل للفروه تبع الراس والبقش تبعها. النقطه الثانيه اللي بيقول عندك اياها هي اهم شيء ماده الميرميه، ماده الميرميه كثير مفيده للشعر. انا ما ضروري اني اقعد اشرب ميرميه حبيت طعمتها ولا ما حبيت طعمتها، بكل غلوه شاي بكل غلوه متي حسب المشروب الساخن تبعي اليومي بننزل شويه ميرميه. هاي الميرميه سحر للشعر، يعني بتحس طول شعرها، مسكت الشعره، كثافتها عليت. النقطه الثانيه نسبه التساقط كثير قلت، الشعر على الفرشاه اللي بتلاقيه على المشط بيقل النص تمام. على فتره علاج شهري، فهذا بيقتل الخربطه الهرمونيه بالفروه. اوكي تمام. اتصال جديد. اخلاص صباح الخير يا اخلاص. صباح الخير. اهلا وسهلا فيكي اخلاص، لساتك معنا؟
انقطع الاتصال. ريثما ترجع اخلاص تتصل، هون في نقطه كثير مهمه، في فروقات جوهريه بين الرجال والنساء. هلا كنا بغرفه الشعر عم نحكي عن الشعر، انه في كثير ناس بيحاولوا يزرعوا شعر مره ومرتين وثلاثه ما بيستفيدوا شيء، بيطلع الشعر بعد سنه بيرجع بهر وبيتساقط. شو الخلل اللي بيكون بالضبط رغم انه الغذاء سليم والهرمونات منتظمه وما في ادويه او امراض ثانويه؟ بالضبط، لانه تساقط الشعر، هو تساقط الشعر عند الرجل هو عباره عن تساقط مرتبط بشيء اسمه الصبغي واي، يعني ما عاد في قصه اني نقصني حديد طلع الهرمون الذكري بحد ذاته التستوستيرون بشكل مشتق من بعض الهرمونات اللي هي السامه للبصله اللي بتسبب الصلع الوراثي عند الرجل وهالامور. هلا انا في نصيحه لاخواننا الرجال وهالامور هي والشباب، انك انت عندك بعيلتك صلع وراثي، انا رح اعطي نصيحه كيف يتمتع بفروه راسه لاطول فتره معينه، لانه انا حكون واقعيه، يعني انا بدي ما فيني اتغلب على الدي ان ا تبع الصبغي وتبع الامور هي حسب العلم، لكن العلم بكره عم يثبت ابحاثه ممكن يعمل شيء. لكن انسان يصلع عمره 50 سنه غير وقت بيصلع بعز شبابه ب 30 و 32، فهذا شيء بهي. اهم شيء لوقت بيشوف انه بلش التساقط، لانه تساقط الذكر بيهجم عليه من ثلاث اراني، النيشانين هون ومنطقه عندي اياها منطقه النقره، مدى ما بلش عم يتسع هذا الشيء وعم ينتشر هذا الاشتعال تبع الصلع تبع الرجل، فورا عند مناطق فتح المساحه تبع تساقط الشعر يحاول يعمل مساجات نقطيه، مثلا ابره الملاحف يلبها يعقمها ويحاول يعمل مساجات نقطيه مشان يضل يحفز الشعره بالدوره الدمويه، وبعدها يعمل بخاخات من بخاخات الميراميه وماده اسمها عندي اياها كبش القرنفل، يغليهم سوا ويعمل بخاخ يغليهم مع المي ويحطهم ببخاخ قنينه عطر قديمه عنده نظيفه، يعملها هي على طول بتزود له التوريد الدموي وتنظيف. طب في مشتقات المينوكسيديل؟ هي ادويه الضغط طبعا. هلا اساسا الميراميه اساسا بترفع نشاط الدوره الدمويه بس بيقولوا لك بمجرد ما وقفنا استخدام المينوكسيديل بيرجع فورا ثاني يوم بيتساقط. طب انت بتتحمل توقف فرشاه الاسنان تبعك؟ هلا انا ما بدي المينوكسيديل، انا بدي ماده طبيعيه. مو غلط انا اعطي لفروه راسي هذا شعر عن جد ثروه وعن جد يعني يستحق انه الواحد يسجد سجده شكر لله تعالى وقت بيكون في شعرتين تاج على راسه، لانه هي ما بتتخيل قديش غالي على الانسان. في ناس عم يسافروا طبعا لحتى يزرعوا شعرين، تاج هذا تاج. انا بيستحق شعري اني انا كل يوم وانا عم ظبط الدقن تبعه الواحد وهالامور هي انه يعمل عندي مساج نقطي يبخ هالبختين ثلاثه، هي بتوقف انتشار الصلع عند الرجل. هي نقطه. النقطه الثانيه الاكلات الماكولات المحببه للرجل عندك اياها وبتوقف له انتشار انه تحول، لانه نحن اكيد ما بدنا نقضي على التستوستيرون بجسمه مثل الانثى بدنا نقلل له اياها اكيد لا، لكن بدنا نوقف تفاعل تحول هذا التستوستيرون للمشتق السام للبصله. فنحن شو بنعمل؟ بنعطيه زيت بذر القرع يوميا، هي مواد كلها غنيه بالسيلينيوم بتوقف تفاعل هذا الماده السامه اللي بتسبب الصلع الذكوري. يعني الحلو كله نحن عم نحكي اليوم بمواد طبيعيه واشياء طبيعيه بيقدر يستخدمها الواحد. رح ناخذ كمان اتصال معنا. يلا صباح الخير. يلا صباح النور. اهلا وسهلا فيكي. ان شاء الله بخير. تمام، اهلا وسهلا فيكي. تفضلي دكتوره. يا اهلا وسهلا. صباح الخير دكتوره. لو سمحتي انا ابني عمره 13 سنه عم يطلع له شعر شعي، شو السبب وشو العلاج لو سمحتي؟ وشكرا كثير لكم. الشيب وحتى هلا عم يشيبوا يشعلوا بلدانا شيبا. هلا الفكره فعلا هلا كثير بكر سن الشيب بهالفترات هي، كمان العامل الوراثي بيتعم كثير بتحدد الشيب فيه، يعني له علاقه كثير العامل الوراثي بهالقصه. هلا صبغ الميلانين تبع الشعر اللي بيهمني امره تحفيزه غير بماده كمان الميراميه بتحفز جريبات الميلانين ناحيه البصله، كمان الشيء اللي بيهمني امره ماده اسمها الحرمل. هلا نحن عم نجيب مواد يمكن اول مره سمعانين فيها هي المواد، بس نحن بنلاقيها بالسوق دكتوره، يعني اذا الواحد نزل شي سهل بيلاقيها. شي سهل هي. أوكي. النباتات هي نباتات بالشرق الاوسط اساسا موجوده. الشيء الثاني الحناق الاكثر طبيعيه، مو ضروري تكون اني انا اصبغ شعري فيها او هالقصص هي، يكون عندي اياها فقط المنبت اني انا غذيها بهالماده هي، انخلطت عندي اياها الحناق ببعض زيت الزيتون عندي اياها تكون جيده. اساسا هلا هالايام الحناق ما عم تصبغ،
لانه لتحطيها كانت ستاتنا تحطها بشعرها تقريبا 18 ساعه وتلف حالها ب 100 كيس نايلون والقصص لتلاقي عطت اللون الطبيعي. فما حد اذا خايفين على لونهم وهالقصص هي مناطق انتشار الشيب نص الفروه عند السوالف الامور الداخليه. المشكله بالصبغه انه فاتت الماء الاكسجيني بيعمل انتشار للشيب لانه عندي اياه بيخفف عندي عمليه الاكسجيلا صبغي لهالامور هي. هي نقطه. النقطه الثانيه طب نحن شو بدنا نساوي؟ بدنا شيء سريع. نحن عصر السرعه ما فيني انا احط قمطه وهدول القصص هي كلياتها فترات طويله. لذلك والقليل من الحناء اذا ما لقوا الحرمل مع زيت الزيتون يغزوا فيه البصل الجانبي للشعر الشايبه. هلا انا لازم يحطوها دكتور يعني قبل الحمام مثلا نص ساعه تقريبا كيف بيحطوه فتره الصبغه يعني. هي نقطه. النقطه الثانيه الاكل المفيد للوقف انتشار الشيب هو المأكولات الغنية فيتامينات بي 12 وبي 6 والسيلينيوم والسيلينيوم والنحاس. هاي المواد دكتورة أكدت على عنصر السيلينيوم من بداية الفقرة قديش مهم للشعر؟ مهم للجسم بشكل عام للغدة الدرقية. وين بنلاقيه دكتورة؟ أكثر شيء بالمأكولات الأسماك وبالمكسرات. وهلا حاليا في مستحضرات دوائية صيدلانية رائعة مستخلصاتها وآمنة يعني مو إنه هي جاية من مصادر طبيعية. تمام. طيب. لانه بيهمني فيها تريسس يعني اثار يعني مو اكثر. تمام. كثير في معلومات من حضرتك دكتوره ولكن كمان في كم هائل من الاتصالات. رح ناخذ من طرطوس اتصالنا وفاء. صباح الخير. الو صباح الخير. صباح الخير يسعد صباحك يا رب. تفضلي سؤالك. يسعد صباحكم يا اهلا وسهلا. هاي الفقره كثير حلوه وانا كل يوم الصبح في بنتظرها. الله يخليكي. متابعه وفيه يا وفاء. تفضلي. ماشي. أنا بدي أسأل الدكتورة. أنا عمري 60 سنة وشعري كثيف جدا وكثير يعني يعني ما بقدر استشعره بالبيت. بروح على الصالون ما شاء الله فجأة يعني الأسبوع الماضي واللي قبله فتح الحمام شعري بالخصل عم ينزل. أنا عاملي غدة درقية وعاملي مخازن حديد ما في شيء يعني ما في شيء. أنا جديد بحياتي الشامبو ماني مغيرته. أدويتي أنا باخذ أدوية يعني ضغط وسكر وكذا بالنسبة لعمري ماني مغير شيء بحياتي. ما عرفت شو السبب. هذا اسمه الهرم المفاجئ للشعره. يعني مهتمه بصحتي. طيب هلا هذا قد يجوز حولي له شيء ايجابي انك هلا انتبهي للشعره. الشعره ما اول شيء بتقلك اني انا تغير علي شيء بين يوم وليله. يعني صار لنفرض شيء اثر على بصله الشعره بشهر مثلا 4 بتقلك انا تساقطت بشهر 9. الشعر منطقة باردة مثل الظهر. أكل ظهر الطرقة بيقلك إنه تأذى بعد شيء تقريباً 20 يوم من الطرقة. الشعر منطقة باردة بالجسم. هلأ دون ما نفوت بالتفاصيل عزيزتي حدث خلل من 3 شهور حتى بلش الشعر هذا عم يتساقط. بدها تراجع بقى تشوف شو صار. النقطة الثانية هلأ البلد تعرض لهجمة كورونا وهجمة حمى عالية. كمان السخونة العالية تعمل عندي نبص بمخازن المواد المغذية بجريب الشعرة. بيصير عندي خنق للشعرة فوقت بتبلش خلصت مخزوناتها تتساقط. معمل الشعرة هون عند البصلة في معمل. فوقت ببلش المخازن تبع الشعرة انه تهي بعد 3 شهور حتى الخلل حدث من 3 شهور عندك عزيزي. لا تدوري هاليومين لانه اي انسان حتى بيقول لك حتى يعني. كورن او اي شيء في ناس تنضرب مثلا حاسة الذوق حاسة الشم. في معظمه تنضرب الشعرة بعد 3 شهور من انه خلص شفي وطاب بتلاقيه صار شعره على الارض بعد 3 شهور. تمام. فالفكرة شو ممكن تنتبه تعمل؟ شو ممكن بدها هلا شوف شو صار عندها خلل قبل 3 شهور. هي نقطة. النقطة الثانية مو غلط ابدا تعمل تحليل سي بي سي جديد. يعني تشوف مخازن الحديد مو الخضاب بس، الفيريتين، حديد المصل، هدول الاشياء هن اللي اثروا وفيتامين د تشيك عليه. الشيء الاهم من هيك ما لقيت اي سبب مقنع لتساقط الشعر، ترجع تعزز شيء اسمه عندك اياه رياضه الشعر، تنفس الشعر، والنقطه الثانيه مغذيات الشعر، مو غلط انا مثلا اروح عند الصيدلي او استشير طبيب انه شيء يعزز امكانيات الشعر يعبي يرجع مخازنها، فحبتين شعر ثلاثه ما حتساوي لها شيء مشكله بلا زياده وزن ولا شيء، يعني هلا صار تعمل سبوت هلا على شعرها هلا. هلا لازم رياضه للشعر. رح ناخذ كمان اتصال دكتوره. صباح الخير. الو كيفك ديما؟ الحمد لله تمام. يسعد صباحك. اهلا وسهلا. سؤالك للدكتوره تفضلي. صباح الخير دكتوره. يا اهلا وسهلا. بس سؤالي انه نحن اذا استخدمنا شامبو الاطفال هو بيطول الشعر وبيعمل فرق ولا هو بس للاطفال؟ هلا هو للاطفال وجد للاطفال
حجاوبك على السؤال. نعم حجاوبك. اسمعي الجواب يا صديقتي. هلا شامبو الاطفال اكيد امن للكبار حتما، لكن غير كافي للكبار تماما. كيف وقتنا نفوت دواء لطيف على جسم اي هي وما بدنا نحطه بدوسات وبنروح على جرعات الاطفال. لذلك فهو اي شامبو اطفال امن للكبار بس غير كافي، غير مخصص للطفل، لانه مو شرعته الكافيه للتنظيف ولا للطول. شعر الطفل شو هو؟ عباره عن وبر. مع انه في ناس ما بيستخدموا غير الشامبو الاطفال، بيقول لك لطيف على بس غير الشعر كافي لتنظيف شعر الكبار، غير كافي، ما فيه مواد كيميائيه يعني تاذي الشعر. صح. بس غير كافي. هلا انا من الناس اللي انا نحكي واقعيا يعني، هل بدي اقول مثلا للمشاهد فوت ونظف بالصوابين القديمه الطبيعيه؟ لا موجوده ببلادنا ولا شيء. بس دكتوره يعني انت مع هالقصه ما بيقولوا انه الصابون والخلوي بيأذي الشعر؟ اني ما دخل الكيميكال تبع الشامبو بغض النظر عن جودته وعلى من وين مصنع فورا على البصله. مدده حتى لو بوعاء بسيط، مدده بايدي هيك ونزله على الساق، بعدين خلي رغوته تفوت على الفروه. تمام. هذا هي اول نقطه. الواقعيه بدها تفرض علينا حياتنا. هلا وقت حكيت عن الحنه، هل فيني لف راسي بالحنه 18 ساعه؟ مين هذا اللي حيتحمل هذا الموضوع؟ ما حدا، ما حدا حصبها يعني، حيتحملني اسبوع اسبوعين بعدين بيقول لنا انت وصفات. الوصفه لازم تكون واقعيه لهذا الحياة وهيك قابله للتطبيق بسهوله. يعني اما انا اذا حطيت وصفه هي مو قابله للتطبيق، بل مثل قلتها. نرجع للفكره تبعنا، القصه هي حكيت انه هل شو بكفي؟ لا ما بكفي، بس فيكي انت حياتك تتبعي هالقصص هي. حكيت عن فكره تطويل الشعر. تطويل الشعر يحتاج الى احماض امينيه. بدي انا كمان اصنع كرياتينين الشعر. الشغلات اللي بتطول الشعر، صفار البيض، زيت جوز الهند، هدول مواد بترفع كولاجين الشعره. متى ما هلا ونحن وقت كانت اهل ستي وقت تساوي الكبه على الهي تفوت الماده ويطلع هذا، وقت بالاله تطلع الماده هي فقعد راقبه باستمتاع. بدي ادخل ماده الشعره تعمل تصنع الكولاجين، كل ما سمكت الكولاجين تبع الشعر مسكت البصله. تمام. نحن هون سؤال دكتوره، احنا عم نحكي مثلا صفار البيض او زيت جوز الهند نستخدمهم بشكل مباشر باكلهم على الشعر، ما شرط على كل الشعر يعني. زيت جوز الهند بتقدري تحطيه على الشعر الدهني. انا هلا احكي الفكره ونعد كثير هاي الفكرة، انه الانسان اللي عنده شعر دهني وضع الزيوت لو كانت نازلة من السماء بتملص له الشعرة. كثير علاج سام انه انا عالج شعر دهني بزيوت حتى لو كانت من اجود انواع الزيوت. لذلك تناول معلقة زيت جوز الهند بفيد الذاكرة، بفيد 100 شغلة وشغلة، حتى رائع جدا لشيء اسمه رفع كفاءة الخلايا والتركيز، وبفيد الشعر فرد مرة، فبفيد الشعر جدا وبيرفع له لمعته وكثافته. وكمان صفار البيض بيعطي احماض الامينية الخاصة بالشعر اللي بتقدر تطول الشعر. هلا ليه الهنود شعرها اطول من شعور العالم كلياتها؟ غير العامل الوراثي تبعها، هي عندها قابلية قوة البصلة. هلا الشعرة بتوصل لوزن محدد ما عاد تقدر تحمل. فانت الانسان مهما الانثى مهما طول الشعر ما بتلاقيها تجاوزت هالمنطقه، لانه كل ما عم توصل لهالطول هذا وتوزن هالشعر هالطول عم تهرب من بصلتها. تقويه البصله كمان وقدرتها على عضله البصله، ليش عم نقول رياضه الشعر؟ كيف نحن عندنا عضله ايد بتقدر ما حدا ايد تحمل 10 كيلو وايد تحمل 100 كيلو، ممكن تكون بنفس السخانة. قوة عصب البصلة هي بيقدر يخلي الشعر يطول أكثر، لأنه نحن كل يوم نحن عندنا قدرة على تطويل الشعر، لكن بصلتنا مو كلياتها بنفس الكفاءة أنها تحمل نفس الوزن. فهذا اللي بيفرق عن إنسان شعره طويل وخيالي وإنسان شعره ما عم يتجاوز حد معين. وبنرجع بنقول إنه نحن اللي عم نحكي مو إنه الناس بالشرق ونحن بالغرب، نحن عم نحكي علم، عم نحكي طب، عم نحكي على الحفاظ على أعضاء أعطانا إياها رب العالمين. مثل ما قالت الدكتورة لازم نشكره ونحمده عليها ونحافظ عليها، وهذا واجب. صحيح. علينا. اتصال جديد. صباح الخير أروى كمان من طرطوس، يسعد صباحكم أهالينا بطرطوس. صباح الخير. شعور حلوة طرطوس على فكرة. هاي شهدت لكم الدكتورة بالجمال بطول الشعر. بطول الشعر. سؤالك تفضلي. لو سمحتي انا معي ثعلبه الي زمان بعالجها. هاي الامراض المناعيه. وكثير صار معي عالجتها ويطلع الشعر وبعدين ترجع تطلع لي وحده غيره. هلا وحده بالمره ما بيطلع معي الشعر. ترجع تطلع لك وحده غيره بمكان ثاني؟ بمكان ثاني. اوكي. طيب رح تسمعي الجواب. مكان ثاني بتطلع. شكرا لاتصالك.
مشكلة تعلبة عند الرجال والنساء، ويمكن صح. عند الرجال أكثر أنا عم شوفها، ما بعرف سبب مناعي. سبب الأمراض المناعية سبب أول شيء العامل النفسي والسترس والضغوط وما أكثرها في هذه الأيام. عم ترجع لها لأنه عم ترجع الهزة المناعية، عم تتنشط الكريات البيضاء وتتنشط بغير إرنتها دمار شامل على الجسم. فكمان نقول يعني الحمد لله مهاجمة جلد الفروة ولا مهاجمة إرنة تاني، هي أول نقطة بدي أخبرها لأختنا المشاهدة. النقطة الثانية وقت بترجع أهم شيء هلأ روحي بإيمي عن الوصفات الخارجية اللي حدا حيقلك ياها، التوم والفرك والمرغم، إنه تحفيز البصيلات بهي المنطقة كتير مهم. روحي على جهازك المناعي وخذي فورا عنصر اسمه السيلينيوم، هذا بيوقف الهجوم المناعي، بينظم المناعة، مو مثل ادوية الكورتيزون بتثبط المناعة. في فرق بين تنظيم مناعة، لاني انا بحاجة للمناعة ما بحاجة لتثبيطها، انا السيلينيوم عنصر منظم للمناعة. هاي نقطة. النقطة الثانية كثير اهتمي بالعامل النفسي، حتى لو بدك تضحكي على حالك انك رايقة، فهمي حالك انك انت اهدى والطف واظرف بهي. بعدي عن الاشياء اللي هي ممكن تعمل لك التعصيب، يعني القصص هي الا تعصيبه بتفور المناعه جدا. ريلاكس على جلسه مساج، اعطونا حل. مثل ما قلنا صعبه بس بدها تحاول. يعني الشيء الاهم انك تبعدي عن ماده اسمها السكر الابيض والعجين، يعني بدك تعملي حميه لو في اذا هجمت رجعت الثعلبه وانتشرت، فورا صومي عن الخبز وصومي عن السكر، هي بتعمل هيجان مناعي رهيب، هي كعامل الغذائي. مشكلة هاي الأمراض المناعية معلقة كتير بالجهاز الهضمي، مدى ما ارتفع الجلوتين وتبعات الكازيينات بالألبان والحليب والأمور هاي والسكر الأبيض اللي بيرفع الأنسولين، صار عندي إياها أوركسترا، عندي إياها إجنان مناعي، فبيصير هجمة الثعلبة عليها أعلى. فهي بدها تنتبه هذا الموضوع. الشيء الثاني الأشياء اللي بدك تحافظي عليها، إنه الشغلات اللي إنه ما تنتشر هالبقعة، يعني ممكن كثير انت تغطيها تقميها، بس اذا اتسعت هي هون المشكله، فبدك تغذي كثير حوالين البقعه حتى توقفي مثل ما بيقولي تعزلي هالبقعه انها تنتشر باراضي اخرى بمكانها ما تنتشر يعني اكبر. ايوه بالضبط. تمام. هي اهم الاشياء. تمام. رح ناخذ اخر اتصال معنا، يعني الاتصالات كثيره، بدنا نعتذر من كل اللي عم يجربوا يتواصلوا معنا. رح ناخذ رواد. صباح الخير رواد. الو مرحبا، اهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك، تفضل. شو سؤالك؟ لو سمحتي بس بدي اسال دكتوره عن علاج القشره. القشره حلو السؤال. يعني اليوم يعني المشاهدين ما تركوا شيء متعلق بالشعر. لا الدكتوره لنا عنها كل شيء. هذا هلا بالفعل القشره هي عباره عن زيادات افراز ذهنيه نشفت على منطقه الفروة وانتزجت مع بقايا الجلد. هلأ الفروة هي مثل أي منطقة بالجسم بدها تجدد البشرة تبعها، فوقت بيصير عندي نقص بترطيب هاي المنطقة بتأشر وبتفوت مع جزر الشعرة، وبتصير إذا تنشطنا بتنتشر بالهي وبصير شيء مزعج. قابلية الأشخاص ليكون عندها قشرة كمان يعني بتحددها طبيعة الفروة من شخص لآخر. الشيء اللي بيدوب القشره كثير بيفيد بخاخ خل التفاح، اذا كان عندي مزعج ريحته يمزجه بماء الورد، ماء الورد طاغي على خل التفاح، خل التفاح بنشترط انه يكون عضوي، مو تصنيع، مو ماده الخلين، حتى ما يعمل عندي اياها اذيه للبصله، بيعمل لمعه على الشعر وبيغسلها من قشرتها، بخاخ مثل ما كيف انا بفرش اسناني، بخاخ بسيط بنفض شعري عليه بينهي القشره عن بكره. تمام. لانه في ناس كثير بتعاني من هذا الموضوع دكتوره بالسنين، وبتصير بتجيب مستحضرات من الصيدلية ومن مكان وكذا، يخلطها بمادة طبيعية ريحتها حلوة وبيقدر يستمر عليها. أما رائحة خل التفاح فعلا وخازة، ممكن تعمل عفونة يعني ريحة أنة شوي للشعر، في ناس بيوقفوا استعمالها من وراء فأنا طبعا. فيني كتير حلها بشيء بسيط عندي يعني. تمام. طيب دكتورة في سؤال كمان كتير بنسمعه من الناس وتحديدا من الصبايا بفترة الحمل وبعد، تحديدا فترة الحمل بعد الولادة كثير بيعانوا السيدات من هذا الموضوع، وكثير بنسمع عن عالم بفترة الحمل قوي شعري كثير نتيجة يمكن الفيتامينات اللي بتكون عم تاخذها، ولكن بعد الولادة ما عاد في شعر بيهر. راح الشعر. سؤال كثير حلو رنا، هون شو الحل؟ هلا بفترة الحمل قيمك عن الفيتامينات اللي بتتناولها، يحدث بفترة الحمل سيادة للاستروجين، يعني هذا اللي بده يعمل عندي اياها طبعا توقيف للطمس الشهري، فسياده للاستروجين بيحدث حتى بيطلع حبوب، فبيعطيها رونق بشعرها وبشره صافيه ومن اجمل ما يمكن. حدثت الولاده بيصير عندي هبوط حاد للاستروجين اللي هو اللي بيمسك الشعره، لانه نحن بنعرف استروجينات كذا نوع،
فوقت بيصير بفترة الإرضاع الهبوط الحاد بتلاقي الأنثى المرضع غير إنه عم يستهلك البيبي حليبة وكلسة والأمور هاي، هبط من كيف من رأس القمة الجبل لا تحت سيادة الأستروجين لا عندها لخنوع الأستروجين، فهذا شيء بيعمل تشوك على البصلة. لذلك أول شيء أنا بنصح الأنثى المرضع عندي إياها بخاخات الميرمية وإياها تشربها، لأنه الميرمية بتوقف الحليب. تمام. البخاخ بس على البخاخ الشعر. فقط على الشعر. الشيء الثاني كتير مهم لإله مادة زيت جوز الهند والمواد الغنية بالأستروجينات الفعالة للشعر، مثل عندي إياها شوية حبوب الصويا، هاي الأشياء بتعزز الأستروجين الهاوي بدمها. الشيء اللي بيهمني كمان جوز الهند، هذا معلقة جوز الهند مع الحليب بتدرلها حليبة وبتعملها كثافة وسماكة للشعر، إياها ثم إياها تلغي البيض بهيك فترة. فأنا بهمني كمان البيض يومياً لأنثى مرضع تحافظ على شعرها. إذا اعتبرت وتنفس الشعر كتير عم أدقق على أني غلغل شعري وأعمل رياضة للبصلة بعكس البصلة النائمة، لأنه أنا في عندي مثلاً فرق عكس اتجاه الشعر، فأنا وقت بحط له فرق ثاني فبحس فات الأكسجين تبع عضلة البصلة. فإن شاء الله بتكون هيك حافظت على شعرها، وهي عين على الشعر. المراقبة، علم المراقبة هو علم الصحة. تمام، دير بالك. طب دكتورة، حكينا كثير على النصائح وعلى أغذية وعلى عناصر مثل السيلينيوم وعلى أمور لازم نعملها لحتى نحافظ على الشعر الموجود عندنا، ولكن شو الأخطاء اليومية اللي بنرتكبها نحن وبنكون عم ندمر هي النعمة اللي هي نعمة الشعر؟ من بلا شعور ممكن نكون عم نعمل شغلات وغريب عم يهر شعري. أول شيء الإفراط بالتدخين والأراجيل، هي تكون عاملة حمام زيت شل شعرها وبتروح بتاخذ نفس أرجيلة هي ورفيقتها. نقطة تانية عندي إياها، بعد عندي إياها الزوايا الغلط للشعر. الإنسان يغير فرقه من فترة لفترة، لأنه هاي الزوايا هي اللي بتعمل عندي إياها فتح لمساحات الصلع بالشعر. الشيء الثالث عندي إياها تنشيط الشعر بقلب الحمام، حتى بعد الحمام حاول إنك تدلكه بعض الزيوت حتى ما يفوت بعض بعضه، حتى لو كان جاف لينشف بمعدل تقريبا تكون نسبة الرطوبة في 20%، هون فوت المشط على شعرك. الشغلة الرابعة نحن عندي إدخال المنظفات على الشعر على البصلة بشكل مباشر وحكينا عنها. عدم الاهتمام بشيء اسمه ملاحظات الشعر الأولاني، يعني أنا بلش أنا شوفت أخت المشاهدة محافظة على شعر على 60 سنة، أول ما بلش فورا يعني تدير بالها يعني حذرة. القصة انك انت عندك يا عضو مثل عضو اي عضو عندك يا لازم تهتم فيه، له رياضته له تغذيته له قصصه. مو غلط تشيك على البلازما تبع الدم عندك لو بالسنة مرة، يعني شوف شو ناقصك. عدم الاهتمام بفيتامين دال، يعني فيتامين دال هو فيتامين الشعر قبل الفوليك أسيد، يعني قديش بهمني الحديد للشعر، فيتامين دال هو سيد فيتامينات الشعر. هذا الفيتامين 1A، 1A ببلادنا ناقصه رغم الشمس الساطعة ببلادنا. ليش عنا ياها؟ لأنه نحنا ما بنعرف نفعل D2 لD3. ممكن ابلع 70 علبة فيتامين دال ولا يتفعل 1 ميكروغرام بفيتامين دال بجسمي. في عنا شكلين عندي ياها لفيتامين دال، شكل D2 والD3 اللي بتفعله أشعة الشمس. النقطة الثانية، البشرة السمراء قابليتها لشيء اسمه تقلب على D3 أقل، فبده ينتبه ذو البشرة السمراء شو نسبة فيتامين دال بجسمه، يعني يحفزه، لأنه بهالأمور هي تناول الزيوت مع مكملات فيتامين دال. هاي القصص هاي كلياتها نحن بنغفل عنها وننسى الشعر، بنستنى شعرنا ليصير لنصه بعدين نبلش نركض نقعد نتفرج على هالقصص هاي. تمام يعني النصائح كثير كثار، وكثير أخذنا من حضرتك معلومات بهذا الموضوع عن موضوع الشعر بكل الأسئلة اللي يمكن نحن طرحناها، وأكيد المشاهدين بنتشكرك دكتورة كثير. وأكيد بنخبر مشاهدينا أنه الأسبوع الجاي أكيد حتكوني حضرتك أيضا موجودة معنا حتى نحكي بمواضيع ثانية. شكرا كثير لك دكتورة تواب، ويسعد صباحك.